وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور غازي فيصل مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور فيصل. يا مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك دكتور فيصل. يعني أبدأ معك من مطالبات مجلس الشيوخ لمواجهة النفوذ الإيراني بالعراق، يعني ما الذي استجد بالموضوع يعني لتخرج مثل هذه المطالبات؟ هل هذا يعني ربما أن واشنطن باتت متيقنة أنها أصبحت في مرمى النيران الإيرانية في العراق؟ لا، أكيد هذه المطالبات تأتي ضمن إطار تأكيد الكونغرس الأمريكي على أهمية بقاء القوة أو بقاء الدور العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في العراق بجانب الدور الدبلوماسي والاقتصادي وغيرها. هناك بعض الأصوات اللي كانت تدعو إلى تخفيض أو خفض عديد القوات الأمريكية في العراق المتواجدة، هذه القوات في القواعد العراقية في مجال التنسيق والتدريب المشترك، وأيضا في مجال الدعم اللوجستي للقوات العراقية ضمن إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. الوجود العسكري الأمريكي في العراق هو وجود شرعي لدعم وتطوير القدرات العسكرية العراقية من الناحية التقنية مثل ما أشرنا، واللوجستية، وعلى صعيد التدريب، وعلى صعيد مواجهة المنظمات والشبكات الإرهابية. أنفقت أمريكا على الجيش العراقي بين 2003 إلى 2011 أكثر من 20 مليار دولار. المفروض ترتفع معدلات الإنفاق لدعم وتطوير وتدريب الجيش العراقي لمواجهة الإرهاب في الداخل، وأيضا لمواجهة النفوذ الإيراني الذي أصبح اليوم واسع النطاق ويهدد الأمن الوطني العراقي مع الأسف. يعني لهذا السبب لابد من استمرار الولايات المتحدة الأمريكية من وجود قوات أمريكية لتحقيق التوازن في علاقات القوة العسكرية لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد والذي يستهدف الهيمنة الإمبريالية على منطقة الشرق الأوسط، خصوصا العراق وسوريا ولبنان باتجاه الخليج. صحيح دكتور. واليمن. صحيح دكتور، لكن برأيك يعني ما هي الآليات أو الخطوات التي يمكن لواشنطن أن تتبعها للحد من نفوذ إيران في العراق؟ يعني هل هذه العملية سهلة إذا ما علمنا أنه إيران طبعا متغلغلة في جميع مفاصل الدولة العراقية؟ نعم، بالتأكيد بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية عبر توسيع حجم قوتها العسكرية الضاربة في القواعد العسكرية العراقية، دعمها للقوات المسلحة العراقية، الضغط على الحكومة العراقية من أجل حل أو دمج الميليشيات في القيادة العامة للقوات المسلحة، عدم السماح لوجود ميليشيات خارج القانون أو ميليشيات أو كتائب مسلحة مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية وتنفذ أجندة إيرانية. هذا يعتبر تدخل صارخ في الشؤون السيادية السياسية للعراق ويهدد الأمن الوطني العراقي. إذا الدور الأمريكي اليوم مهم جدا، لأن العراق لم يستكمل لحد اليوم قدراته في بناء قواته المسلحة بالكامل، بمعنى الدفاع الذاتي عن النفس للعراق اليوم غير مكتمل، وبالتالي يحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي، دعم حلف شمال الأطلسي، دعم فرنسا، دعم بريطانيا، دعم إيطاليا، ألمانيا، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية. ونذكر أن هناك أكثر من 68 دولة اليوم موجودة ضمن إطار التحالف لمواجهة الإرهاب، موجودة في العراق وموجودة في الشرق الأوسط. أيضا العراق اليوم هو ضمن إطار الخارطة الاستراتيجية. نعم صحيح دكتور. يعني ضمن إطار 45 قاعدة. أعتذر منك دكتور لضيق الوقت. الدكتور غازي فيصل كنت معنا مباشرة من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.